أهلا بكم. هذا يوم العيد النهاردة، اليوم الأجمل فيه الناس الحلوة، لقاء طبعا أكيد مع أستاذ الأساتذة أستاذنا. لكن النهاردة إحنا مستمرين في المنطقة بتاعة الكيس بروبلم، والمنطقة دي مهمة جدا لطلبة الطب، لأنه أنا كلامي لإخوانا الصغيرين اللي في بكالوريوس الطب كانت مشكلتهم دايما أنه يجي السؤال في صورة كيس. كيس يعني حالة، واحد بيحكي قصة ان انا اعاني في كيسز دمها خفيف بس مشهورة في الطب جدا. يعني من ضمن الكيسز اللي ممكن تستغربوها جدا ان حد بيعاني راح للدكتور او جه المستشفى او اتقال انه شكوته الطبيه ان هو بيعاني انه شيكاته في البنك بترفض. وقعد يقول لي انا ايه علاقة الشيكات اللي في البنك اللي بتترفض بيرفضوا يصرفوها بمعاناة طبية؟ لأنه بدأ يعاني هذا الرجل من شلل الرعاش، باركنسونيزم. فشلل الرعاش الإنسان فيه بيبدأ يحصل له رعشة خفيفة جدا في الإيدي، وساعات تبقى أزيد وتزيد بقى حسب الدرجة. فأول ما يمسك القلم ويجي يعمل الإمضة يمضي، الإمضة بتاعته مش هتطلع مظبوطة، فما يعرفش أي يجي ياخد معاش ولا يجي ياخد حاجة، لازم يمضي. يا عم دي إمضتك غير مطابقة للإمضة بتاعت الشيكات بتاعته اللي بيمضيها. لو هو بيشتغل صاحب شركه ولا بيبني شيكات لحد، هيروحوا يصرفوها الناس، يقول لك يا عم الشيك بتاعه مرفوض، دي مش امضته، انت جايب شيك مزور. الحاجات ديت كيس، قصه بتروح لمنطقه معينه في شكوى المريض، منطقه معينه في كلام المريض. لما يجي حد يقول لك انا بنسى، انا مروح امبارح وانا داخل على المنطقه بتاعتنا وبدور على شارعنا، لقيت نفسي اللي بقالي 35 ولا 45 سنة ساكن في الحتة دي مش عارف أوصل البيت، نسيت شكل البيت. أول امبارح قاعد كده عمال أعمل عملية حسابية وأنا محاسب، ده أنا كنت في الجدول الضرب أضرب ثلاث أرقام في بعض وأعرف، مش عارف أعمل عملية حسابية معينة. مهندس يجي يقول لك ده أنا كنت برسم الرسمة الهندسية دي في ساعتين أخلص أحلى رسمة هندسية، قاعد امبارح مش عارف أخد مقطعين على بعض ولا مسقطين على بعض مش عارف أعمله. دي كلها احتمالات لحاجة اسمها TIA، ترانز اسكيميك أتاك، تناقص الدم اللي وصل المخ بسبب كوليسترول عالي وتصلب شرايين. كلام العيان بيوصل لك من نقط معينة بلغة معينة مختلفة ربما عن الموجود في الكتاب كلاسيكيا. ولازم تبقى أنت برضو وإنت بتبدأ تذاكر وإحنا بنشرح الكيس كده، لازم تبقى واعيين لحاجة مهمة جدا، إنه كثير من الأمراض بتكون بدون أعراض. فدي منطقة برضو تخلينا نبقى عارفين إن الطب فن كبير للغاية، وفن دقيق ومعقد جدا، لازم نفهمه النهاردة ونعيشه. أكيد هنعيشه النهاردة بشكل من الإمتاع الكامل مع أستاذنا وأستاذ الأساتذة الأسطورة الحية للعلوم الطبية في مصر والوطن العربي، أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام معافي. بلاش إن الواحد يعمل لحد سيناريو ما يكونش فاهم فيه لمجرد انه يعني بيتمنظر او بيطمنه، ده كارثه. كلمه مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين ماده سامه، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهبل. البول جزء من وظائف الكلى، يعني ساعات كتير قوي دكاتره يطلبوا وظائف كلى وما يطلبش بول، ينساه. مش ينسى، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى اورام كبد شخصيا او جاياله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا منهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه، الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي.
الأستاذ الدكتور حسام موافي عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. طبعا ارحب باستاذنا استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور حسام موافي، هذا يوم عيد يا باشا وشرف عظيم لينا هذه الزياره. الكيسز حضرتك اخترت لهم كده تعبير مع المرضى، حلو التعبير. حلو جميل قوي التعبير. هو حياتنا كلها مع المرضى. انت عايش مع مين يا ايوه؟ مع المرضى. عايش مع اهلك؟ لا لا، انا عايش مع المرضى اكتر ما عشت معاه. هو فعلا عنوان جميل جدا، مع المرضى. شوف المهم مشاكلهم، كل الحاجات دي طبعا مهمه جدا جدا. يعني اول كيس محتاج قرصه ود، كل كيس كده ليها معنى. وانا بحكي لك لحضرتك تقول لي ده محتاج قرصه ود جامده. شوف بس الاول قال ايه. هو بيقول عنده 75 سنه. 75 بيعاني من 5 سنوات من الام في الصدر. ايوه، بتجيله مع اي مجهود، علما بانه بيتناول بعض الكحول يوميا مساء. لا، انا اقول لك انا ما وراء هذا البني ادم. حد قال له ان الكحول كويس للقلب، اكيد مدام قال الكلمه دي. قال له ده بيوسع الشرايين وكده وقليل منه، انما هذا لا يمنع ان عنده القلب وعنده شريان تاجي. الكحولات بتوسع الشرايين لكن لها مليون ضرر غير توسيع الشرايين. لها تليف كبد، لها على المخ الفص الامامي بيدوب. لها على عضله القلب بتكبر، لها على الكلى تاثير سلبي، على البنكرياس التهاب بنكرياس، فلها مصايب. انما سيادتك ما تفتكرش عشان بتاخد كحول قلبك هيفضل سليم، لا. ممكن جدا ده الام مع الحركه تساوي شريان تاجي غالبا. غالبا. بس حتى بقى المتشوق ان انا حضرتك قلت لنا ان هي بتاثر على الفص الامامي في المخ. يس. فيرنكس كورسكوف سندروم. هو عايز يعني ايه يذاكر ورا اكتر في اللي بياخدوا كحول. في الكحول. وموجوده في السيفليتك، يعني سبحان الله في الناس اللي عندها. طيب الكحول لما بيبوظ الفصل الامامي في المخ، في ناس كتير دلوقتي مش فاهمه ايه اللي هيحصل لهم. الانسان بيتغير شخصيته. هقول لك بقى. مش عايزين نحولها الى ان احنا بنهاجم هذا الرجل خالص. مش الرجل، لا لا، عموما بنتكلم الفص الامامي. هقولها للطلبه وبعدين لكم. الميموري والبرسوناليتي، الشخصيه والذاكره. الشخصيه والذاكره، يعني هقول لك القصه المشهوره جدا لحبيب قلبي اعز اصدقائي. لا يمكن ابتدي العياده الا ما اكلمه ايام ما كنت في وسط البلد، ولا يمكن يبتدي عيادته الا ما يكلمني. نطمن على بعض، تحبه جدا 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 يعني. فكلمت الساعه 7 ميعاد وصوله، وكان تظبط عليه الساعه. فالممرض اللي عنده قال لي ما جاش لسه. ف 7:15 ما جاش لسه. انا اتخضيت عليه، ما كانش فيه موبايل اياميه، ما كانش عندنا موبايل. أرضيت. ارضي 7:30 8 الا ربع كلمه الساعة 8 رد علي. فأنا ده أخويا بهزر معايا يعني، بقول له في حد محترم يتأخر ساعة نعاته؟ صار ثورة. أنا محترم غصب عنك، إزاي تقول كده؟ رحت قافل السكة ونزل رايح له. ما هو
قلت له يا فلان انت مصدع؟ قال لي بقالي اسبوع مصدع، خدته من ايده على مستشفى كذا، عملنا اشعه مقطعيه طلع عنده ورم في الفص الامامي. الفص الامامي غير شخصيتك خالص، تلاقي واحد ابتدى يقلع هدومه وهو لسه قدامك على المكتب مش في اوضه الكشف، تلاقي واحد ابتدى يعرف بنت سنها 16 سنه وهو سنه 80 سنه. كل ده تغيرات الصف الفص الامامي. الفص الامامي بيدوب بسرعه في اللي بياخد كحول، يعني هو ممكن اي راجل كبير يتاثر وظائف الفص الامامي اللي هي الناصيه دي مهمه جدا، لها وظيفتين الشخصيه والذاكره، عشان كده كلنا لما بنكبر بننسى، لان الفص الامامي يبتدي وظائفه تقل وتنسى ايه؟ تنسى الحديث، يعني الست تبقى فاكره فستان الفرح كويس جدا ونسيت فطره ايه؟ فاكره فستان فرحها. فده الفص الامامي فده خطير جدا. فبص يا ايمن، ربنا ما حرمش حاجه الا لصالحك. طبعا ربنا مش بيضايقك، ده لصالحك. فالكحول بيأثر على الفص الامامي، الراجل ده لازم يشوف الشريان التاجي، لازم يكشف عليه رسم قلب المجهود اذا كان بيقدر يجري، او موجات صوتيه بالمجهود الدوائي اذا كان ما بيقدرش يجري، او اشعه مقطعيه على الشريان التاجي او قسطره. عندنا حاجات كتير تقول انت الالم ده ايه، انما هتسيبه كده لا. هروح للسؤال الثاني، وخلي بالنا من حته الكحول والفص الامامي دي، لانه يعني التهاب اطراف الاعصاب يعني بلاش التهاب اطراف الاعصاب. هو في حاجه اسمها الكحول الكارديوميوباثي، عضله القلب بتبوظ والبنكرياس الكحول البنكرياتايتس ده اهم حاجه، كالسيوم وكالسيوم بيبوظ في الجسم. الحاله اللي جايه بقى بتقول، بيقول انا شاب بسن 21 سنه لاحظت تغيير لون البول الى لون الكوكاكولا، لون غامق وعبور راس فاتح جدا، حيث حدث هذا منذ ايام واستعنت باكثر من طبيب ولا اجد اي تحسن. كوكاكولا بس ما قالش البراز لونه ايه؟ بقى فاتح فاتح خلاص ده بصراكت في جونس. ده صفرة، عندنا ثلاث انواع من الصفرة، ثلاثة. الصفرة الاولى نتيجة تكسير الدم هيموليتيك جونس، الصفرة الثانية نتيجة فشل الكبد هيباتسولر جونس، الصفرة الثالثة اللي هي دي اللي هي قافل ده عنده اختناق. الاختناق ده ممكن يكون في اي حتة، ممكن يكون جوه الكبد زي ما بيعمل بعض الادوية، ممكن اخد دواء تروح قفل الصفرة جوه الكبد وده بيتصلح بالكورتيزون بسرعة جدا، او خارج الكبد اما في حصوة في المرارة لا قدر الله ورم في البنكرياس قفل ده يكشف بسرعة جدا جدا. وبعدين الحمد لله ان الاشعة الموجات الصوتية بتشخصه بسرعة جدا، هو هيعمل موجات صوتية هيبص على القنوات المرارية داخل الكبد، تاني هيبص على القنوات المرارية داخل الكبد، إذا كانت واسعة يبقى في حاجة قافلة تحت، إذا كانت زي ما هي أو أدية يبقى دي مشكلة في الكبد شخصيا. وأشهرهم الأدوية، في أدوية بتعمل كده، أو يكون واخد فيروس والفيروس عمل كده، يعني بدل ما يعمل التهاب بس وقفل الكبد. رجل سنه 55 سنة مصاب بالسكر من النوع الأول من 30 سنة، يعالج بالإنسولين، قيل له أنه يوجد زلال في البول، هل هذا خطر أم أنه شيء طبيعي؟ لا طبعا خطر. مش طبيعي خالص، لا خالص خالص. بص يا أيمن، البومنوري الكلى بتشغل بطريقة سبحان الله، يعني الشريان اللي داخل الكلى واسع واللي خارج ضيق، فالضغط يزيد في الحويصلة فالبول ينزل، وربنا سبحانه وتعالى عمل كده عشان ما نستخدمش طاقة في صناعة البول، لأن البول في اليوم 180 لتر. واحد يقول لي طب ده أنا بتبول لتر ونص، ما هو ال 180 بيخش الدم تاني، اللي بينزل لك هو البواقي. فربنا عمل شريان واسع وضيق، السكر بيصيب الشريان الخارج بالضيق، فلما يضيق زيادة الضغط في الحويصلة يعلى أكتر. يعني ده واسع وده ضيق، فالضغط عالي في الحويصلة، طب ضيقت ده زيادة يزيد لدرجة انه ينزل زلال. تمام؟ يبقى ده دليل الزلال، خلي بالكوا كويس جدا، الزلال في البول لمريض السكر دليل على إصابة الشرايين. شريان المخ زلال البول يدله، شريان القلب زلال البول، يعني لما الاقي زلال في البول لازم تشوف شرايين الجسم كله الأطراف
والقلب والمخ والكلى. فهو هو دليل على يعني ما فيش حاجة اسمها زلال في البول عنده مريض سكر وعديه، لا ده يكشف كويس جدا. ليه؟ لأن دي بداية إصابة الكلى في مرض السكر، ده البداية. ومش عايزين نوصل إن الكلى تفشل، فهو لها أدوية الحمد لله، ويخلي باله كويس قوي قوي. زلال في بول مريض سكر تيك كير. امرأة تعاني من وهي عندها 65 سنة تعاني من 10 سنين من ارتفاع في ضغط الدم، بتتناول العلاج بانتظام وضغطها رافض تماما انه يستجيب للعلاج، ترددت على اكثر من طبيب وكل واحد لا يفعل الا انه يقوم بتغيير الدواء، ومع ذلك ضغطها ما زال مرتفعا. القصه دي مثيره ومتكرره، وللاسف الغريب بقى انها بقت كتير اليومين دول. هل في ريزيستنت هايبرتنشن؟ لا لا، الخطا يا ايمن ان الست دي واللي زيها مرضى الضغط فاكرين ان علاج الضغط الدواء ودي كارثة. وبس ما انا باخد الدواء. ايوه بتاخدي الدواء بس بتاكلي ملح، بتاخدي الدواء بس عايشه في ستريس، عمرك ما هتخفي، عمرك ما هتخفي. احنا بننصح مرضى الضغط يا اخوانا اسمعوا كلام اللي اقوله كويس، لو لك صيدلي صديقك صديق، لان ما حدش هيرضى يعمل كده صيدلي، تاخد له علبه ملح تقول له اعمل لي كل جرام في ورقه زي الطياره، اما بتركب الطياره ويجيبوا لك الاكل تلاقي الفلفل في ورقه والملح في ورقه، ورقه الطياره 8 من 10 جرام. لكن انا بقول له يعمل في الصيدليه عنده ميزان حساس يعمل له كل جرام في ورقه، ويبدا بمنع الملح تماما. الوزن، الوزن ده مهم جدا في الضغط، يمنعه جداً. خالص تمام. لا وزنه طبعا دي هنتكلم عليها. السمنه مع الضغط طبعا دي كارثه. يمنع الملح تماما ويمنع الانفعال حتى لو بدواء، هيتظبط ضغطه. طيب اتظبط، اقول له خد ورقه في اليوم ادي جرام، حطه زي ما انت عايز، اتظبط بجرام اديله 2، غالبا مش هنقدر ندي اكتر من كده، 2 جرام في اليوم. انما العلاج الضغط يا اخوانا وعلاج السكر ما هوش دواء، ده تغيير اسلوب حياه، تغيير اسلوب حياه. واحد بيروح الساعه 9 الصبح شغله يقعد الساعه 4 يتخانق، عايز ضغطك يتظبط كيف، وينزل بقى يروح واكله رنجايه وفسيخايه ومش عارف ايه. طب ما لا يمكن تقول لي دواء، وبعدين الدكتور بيغير الدواء ملوش حق، ملوش حق. يا اما تقف مع مع المريض وقفه سليمه يا ملهاش داعي خالص. لان انا بشوف حكايه تغيير الدواء دي حاجه مش حلوه، يعني ليه؟ تلاقي مثلا هو مكتوب اسم من مجموعه يديله اسم تاني من نفس المجموعه، وده مش كويس. خلاص انت تقول له انت هتمشي كذا 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 وتجيلي، لقيت ضغطه الظبط قول له ارجع بقى لدكتورك تاني، لان مش الغلط في الدكتور، الغلط فيك انت، انت اللي ما احترمتش ضغطك. نمرة 2، ان قد يكون الضغط ثانوي مش اولي، والدكتور اللي بيعالجه ما خدش باله انه ضغط بسبب. مثال ضيق الشريان الكلوي بنشوفه كتير جدا، ضيق شريان كلوي نعمل له دوبلكس على الشريان الكلوي يطلع ضيق، وده معالي ضغط. ده مجرد ما بتوسعه ببالونه زي القسطره بالظبط ضغطه بيتظبط امتى؟ على الترابيزه، على الترابيزه وهو لسه على الترابيزه ايميديت، يعني في الحال تلاقي ضغطه نازل واتظبط. فجايز جدا الست دي يكون عندها سبب للضغط وما اكتشفش، ورم في الغده اللي فوق الكلي مطلع الدستروم او كورتيزون ولسه ما تخنتش فما حدش فكر فيه. فده مهم جدا مريض الضغط، اما الغلطه منه انه عايش حياه زي ما هو عايز، واما الغلطه من الطبيب اذا ما بحثش عن اسباب للضغط الثانوي مش الاولي. النهارده عايزين نفتح ملف مهم قوي قوي. في ناس كتير بتكتب وبتقول وبتتحدث على يعني انه الاسلام دين المعامله، وبتكتب ده في الفيسبوك، ولا يقومون بمثل هذه المعاملات الاسلاميه على الاطلاق في حياتهم. وفي الجانب الاخر في ناس كتير تانيه يعني
حتة المعاملات دي أو التعامل والأخلاق بينهم وبين بعض بحس إنه أبعد ما يكون على إنه يكون آدمي أو حتى أو إسلامي طبعا. فروعة الإسلام في إنه وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لك حاجة جميلة جدا يعني. هل تقدر تجيب عصفورة تطير بجناح واحد؟ لا طبعا. Impossible. لازم جناحين. قطعت جناح هتفضل قاعد على الأرض. الإسلام جناحين. العبادات والمعاملات. لابو عبادات لوحدها هيطير ولا معاملات لوحدها هيطير. يعني واحد يقول لك أنا بعمل ناس كويس جدا وأمين وأسرقش ماشي بس ما بصليش متأسف. متأسف. طب بصلي وليه وما بشتغلش متأسف. وأجريسف مع الناس. متأسف. ده عصفورة بجناحين. العبادات جناح مهمة جدا، الصلاة والصوم والزكاة والمعاملات. تعال بقى في المعاملات، يقول لك ما أنا بعامل الناس كويس، ده مش ده المقصود. معاملات العمل. العمل تشتغل. أنا وقفت عند آية طبعا يعني أساتذتنا الأفاضل رجال الدين يصلحوا لي يا ريت. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. من إيه؟ من إيه؟ أنا وأنا بقرأ الآية سألت نفسي حرج من إيه؟ هتقول لي ما يصليش. ده المسجد كله ناس ما بتشوفش. ده المسجد معظمه ناس ما بتشوفش. أو رجله أو مريض بيقعد في المسجد. ليس على المرضى حرج ولا على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. من الشغل. من الشغل. مش هحاسبك لو ما اشتغلتش. طب يبقى الباقي؟ لا تعالى لي بقى ما بتشتغلش ليه؟ العمل مهم جدا جدا. يعني في ناس معتقدة ان هو يسيب شغله ويروح يقعد ساعة في المسجد يصلي الظهر على حساب الشغل. ده حاجة حلوة اطلاقا اطلاقا. ما حدش قالك ما صليش. بس شغلك يا أيمن الكارثة في ان احنا دايما نركز جدا على العبادات. اللي ما صليش طبعا هيخش جهنم، بس قصاده اللي مشتغلش برضه هي حتة ما بيشتغلش دي عشان نبقى نوضحها برضه أكتر. في ناس بتشتغل وتاخد مرتب بس الحقيقة هما مش شايفين شغلهم كويس. دول يتقال لهم ما هو دول يعني دول اللي بيشتغل بروح الشغل بروح. أنت عايز أوضح يا أيمن أوضح من وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. بنقراها في كل حته ومكتوبه في كل مكان. ده مين اللي هيشوف عملي؟ ده مش رئيسي. ده مش رئيسي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. عايز رعب اكتر من كده. ايه؟ يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ان الله يحب مش اي حد. لا يعني بص انا ان انا احس ان الرقيب عليا في العمل هو الله. دي لو ما حسيتهاش تبقى كارثه. لازم تحسها. تحس كويس جدا ان فعلا طالما يعني انا هاخد مرتب رقيب عليك. وبعدين تعالى بقى بعيد عن العمل شوي. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. مش الاخلاق مكارم الاخلاق. مش الاخلاق. الاخلاق كانت موجوده في الجزيره العربيه قبل الرسول عليه الصلاه والسلام. كان عندهم اخلاق. كان عندهم شجاعه ومروءه وشهاده وكل حاجه. ومحدش يعتدي على مرات ما صاحبه ولا اي كلام من اللي بيحصل ده. انما الرسول جه ليتمم مكارم الاخلاق. الكريزه اللي هتحطها على التورته. التورته موجوده. بس طيب انت فين من دول؟ انت فين من دول؟ الست اللي كانت بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل كل حاجه وراحوا للرسول قالوا له ولكنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. دخلت النار امراه بسبب هره. طب ايه سبب ده كله؟ ان تيك كير. خلي بالك. طبعا الكمال لله. مش هتلاقي حد من اللي انت عايزه. لكن الواقع فعلا ان احنا يعني اهتمامنا بجناح اكثر من جناح. سواء كان رجل يقول لك انا بشتغل وبقعد من 7 الصبح ل7 بالليل في شغلي كويس كتر خيرك جدا جدا. طيب انت ما تروحش تواليت؟ ما تروحش تواليت؟ يقول لك انا ما عنديش وقت. يعني ما تخش تواليت خالص. ما ياخدش منك 4 دقائق
اقسم بالله العظيم صلاه الظهر ما هتاخد 4 دقايق خالص. اولا يعني راحه. انا قعدت افكر مره يا ايمن برضو يا ريت يصلحوا لي اشمعنى الظهر والعصر صمت والفجر والمغرب والعشاء جهر ليه؟ حتى افكر واحد قال لي اصل زمان كان الدنيا نور والمسلمين بيستخبوا فكان بيوطي صوتهم. طب ما اللي بيصلي هيتشاف بلاش يتسمع عشان الشغل. لو انا في مكتب في ناس مش مسلمين وبيشتغلوا وانا هقوم اصلي الظهر ما عطلهمش، انا بصلي صمت تمام ظهر وعصر ده وقت الشغل والله اعلم والله اعلم. انما ده يا ريت يبقى كل واحد يهتم بالجناحين العمل والمعاملات والاخلاق والعبادات. فين الصيام هنصوم، الحج هنحج، الزكاه هنزكي، الصلاه هنصلي، كلنا بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد. انما المعاملات في انا بشوف دول كتير جدا، واحد مهتم قوي ده واحد مهتم قوي ده، لا ده صح ولا ده صح. دايما خلي بالكم من حاجه، دايما الشيطان متلصص والغلط بيبدا كده بفكره. اقول لك الغلط بيبدا بفكره صحيح، وتبدا الفكره تكبر وتتبلور لغايه لما تبقى اسلوب حياه. الله يرحمه احمد زكي في فيلم مشهور جدا اسمه معالي الوزير قال يعني المساله بدات كده بفكره والفكره كبرت وبدا بقى لغايه لما بقى السرقه هوايه والنهب متعه والسلطه ادمان. قاعد يقول مش فاكر هحفظ لكم الديالوج لانه كان رائع كنت حافظه زمان بس نسيته. كتبه طبعا العبقري وحيد حامد. الفكره ان تدخل عقليه سيادتك انا بشتغل على قد فلوس الحكايه دي وتلاقيه مرتبه كبير، بس الجمله دي تدخل قلبه دي بداية انك تبقى حرامي، دي بداية ان انت تتحول الى بين قوسين حرامي. ان انا بشتغل على قد فلوس الحكاية دي حرامي يعني ايه؟ ما هو مش الحرامي بس هو اللي بيمد ايده يسرق، لا الحرامي اللي بياخد فلوس وهو ما يستحقهاش، بياخد مرتب وهو ما بيشتغلش بيه، اللي بياخد مكافأة وهو ما عملش الشغل ده يعني ده حرامي. يا ريت يا ايمن يا ريت نصل الى مرحلة جميلة جدا جدا هقول لك عليها. إبليس رفض يسجد لآدم، كبر قال له خلقتني من نار وخلقته من طين مش هسجد، فطرد من الجنة. طرد إبليس طرد من جنة، مش الجنة اللي احنا بتاعت الجنة الأرقى من كده كمان. ما عجبوش قال له ربنا إيه قال له واحد كده قال لي هيغوي كم واحد، كم واحد زنى، كم واحد سرق، كم واحد قتل، قليل. لكن توعد لنا بحاجة خطيرة جدا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللي احنا بنشوفه دلوقتي عنده فيلا وعربية وزوجة ولاد وفرستريتد قاعد محبط انت عايز ده. عشان كده سبحان الله وقليل من عبادي الشكور، يعني أتمنى أكون من القليل الشكور. طب ليه؟ عشان إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر خليك نفسك مطمئنة ومستقرة ومش عايز حاجة. الحمد لله اللي أنا فيه ده، الحمد لله. يعني ساعات اللي بيجي لي نفسيا ست مثلا ومتعصبة وبتاع أقول لها كلمتين دول، أقول لها حضرتك سمعتي على سرطان الثدي؟ سمعتي عليه؟ أنت ما عندكيش. سمعتي على الفشل الكلوي اللي بيغسله 3 مرات في الأسبوع؟ ما سمعتيش. سمعتي على تليف الكبد اللي عايز زرع كبد ومش لاقي متبرع ومهدد بالموت؟ اتقي الله لانك سليمه. الغريب بقى ان الفراسريت دول السلام تلاقي واحد جاي مريض بمرض خطير جدا وراضي. فرجاء الشكر خلينا من القليل الشكور. وبعدين الشكر لما تقول لواحد يقول لك ما انا بقول الحمد لله أو حتى اعملوا آل داود شكرا. ما قالش قولوا شكرا، اعملوا شكرا، اعملوا ما يدل على الشكر. انت فتحت موضوع بيوجعني جدا، ده يعني بيوجعني عدم الدقة في العمل ده بيوجع طبعا. يعني لا، وبعدين لما يجي من واحد متدين، واحد مظهره متدين وما بيشتغلش
بتاخد مرتب ازاي تعمل كده؟ يقول لك مرتب على قد شغلهم. اعرف اعرف على فكره بيقول على قد فلوس على قد فلوس. اعرف ان ده مدخل انك تكون حرامي. انت ساعتها مش تبقى مش حرامي. الحلقه الجايه يا ايمن هوضب لك العمل في القران ذكر كم مره وتقال لي بايه وكده العمل. وعايزين الحلقه اللي بعديها نتكلم على مداخل الكوارث. يعني ايه مداخل الكوارث؟ دايما انا في الطب في عندي العنصر بتاع الديزيز جاي من حاجه معينه. يعني مثلا الضغط بيجي من الملح، بيجي من السكر، بيجي من الهيريديتري، بيجي من الاكل السكريات. فالمدخل هو اللي بيبدا القصه. عايزين نتكلم على مداخل الشيطان. بالظبط كده، مداخل الشيطان الثلاثه كتير. نورتنا يا استاذ. الله يحفظك استاذنا، استاذ الاساتذه، استاذ الكل، استاذ دكتور حسام وافي، كان منورا، كان منيرا في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. كتير من الناس عملت ليزك، كتير من الناس ناوية تعمل ليزك، كتير من الناس عملت وبتتابع، لأنه ده برضو يعني لازم يبقى في الثقافة. أنا عملت ليزك هل لازم أعمل تشيك أب؟ ده من ضمن الأسئلة اللي هسألها لضيفي. العضلات اللي جوه العين بتحاول تعمل فوكس على مسافة محددة طول الوقت، بتجهد بعد عدد معين من الساعات، فممكن تحس برضو إن نظرك مش قوي زي الأول. البي آر كي إن أنا اللي هو إن أنا بسلط شعاع الليزر على سطح القرنية، بنشيل بس شوية الخلايا بتاعة الخلايا، بس طبقة بسيطة من الخلايا. طبعا ده قديم.